السلام عليكم. أكثر من 30 مليار و700 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر لحد الآن، غالبيتها أسلحة فتاكة لمساعدتها في الحرب على المستشفيات والأطفال، منها قنابل صغيرة القطر وزنها 250 رطل، صواريخ اعتراضية لتجديد القبة الحديدية اللي انتهكت، وذخائر الهجوم المباشر المشترك من طراز GDEMC، وكذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملليمتر، 14,000 قنبلة من طراز MK84 وزن 2000 رطل، و6500 قنبلة من الطراز نفسه وزن 500 رطل، و3000 صاروخ جو أرض، و1000 قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة تلقى جوا، كذلك ذخائر 36,000 طلقة من ذخيرة المدافع عيار 30 ملي متر، وقذائف من طراز 155 ملي متر، و1800 من ذخائر M141 الخارقة للتحصينات، وما لا يقل عن 3500 جهاز رؤية ليلية. هاي الأسلحة وغيرها والبارجات والتفاصيل والأموال وأي تفاصيل أخرى، ما الذي نتج عنها؟ أكثر من 45,000 بريء قتل، وأكثر من 1,000,000 نازح من لبنان، وأكثر من 1.5 مليون من فلسطين. كل هؤلاء وغيرهم قتلوا بسلاح راعية حقوق الإنسان أمريكا، وما زالت إسرائيل بحاجة إلى أسلحة وطائرات مسيرة. كل هذا ونتنياهو لم يستطع النوم في بيته، ولا استعائد الرهان، يعني ما قدر يستعيد الرهائن اللي هم 6 فقط، ولم يعيد النازحين المستوطنين. وهذه الأسلحة اللي انطتها أمريكا للكيان الصهيوني، لو مطيتها الزلم بيهم خير على قولتنا بالعراقي، كان احتلوا قارة بالكامل، قارة يمكن يقدرون يحتلوها. بس الأمريكان قاعد يشوفون الأطفال اللي يقتلون بأسلحتهم، قاعد يشوفون المستشفيات اللي تحرق بأسلحتهم، قاعد يشوفون المخيمات اللي تحرق بأسلحتهم، قاعد يشوفون الناس اللي داخل المخيمات اللي تحرق بهذه الأسلحة، قاعد يشوفون الجوع اللي قاعد يسببونه لأطفال فلسطين، قاعد يشوفون المسعفين لما يقتلون، قاعد يشوفون كل هذا الخراب، ويطلع مسؤول أمريكي يقول من حق إسرائيل أن تقتل المدنيين لكن عليها أن تخفف شوية. سبحان الله، غزة كشفت كذب الأمريكان، كذب الصهاينة، كذب العرب، شك واحد بالعالم كاذب ومنحط كشفته غزة.